جميع الحيوانات لتتجنب الالتهام بأن لديها أعضاء في أجسامها تستخدمها كأسلحة، وقد تلجأ إلى أساليب من التمويه أو الاحتباء من الحيوانات التي تطاردها. واليوم راح نحكي عن بعض هاي الأساليب. يمكن أن تستخدم المخالب الحادة كأسلحة، ويمتلك الدب البني مخالب حادة في كل كف، ويستخدمها في البحث عن الطعام والتسلق وجرح الأعداء عندما يستفزون. هي أسنان طويلة مدببة ترمو في رأس الحيوان، وتستخدم الأفيال أنيابها في الحفر ووضع علامات على الأشجار وحتى في العراق. تتكون القرون العادية من الكيراتين مثل الأظافر، وتتكون القرون الشبيهة بقرون الوعل من العظام المغطاة بالجلد الذي يتساقط قبل موسم التكاثر مباشرة، وكلا النوعين مفيد في النضج. تمتلك بعض الحيوانات مثل الماعز حوافر على أطراف أصابعها، وبفضل هذه الحوافر القوية تستطيع الماعز أن تجتاز الأراضي الشاقة والصخرية